السبور الموسيقى الأخبار وزيزة فهم سمعك التصويرة. سي محمد مرحبا بك. مرحبا عاش. تحياتنا ليك سي محمد. اليوم وضع الراهن بعد بطبيعة حالة الطوارئ اللي صار اليوم في تونس، حسب رأيك معناها شنو يلزم يصير غدوة في الاجتماع اللي باش يصير إن شاء الله في قصر قرطاج مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أو ربما أهم النقاط يلزم يبدأوا بها؟ اللي صار اليوم أي نعتبروها عملية حقيرة جدا، ولابد أنه التوانسة الكل ما يفقدوش معناها المعنويات نتاعهم. لابد أنه ثقة كبيرة في الأجهزة الأمنية نتاعنا، وأنه في الحرب هذه احنا ما كناش نقولوا ماناش في حرب، احنا في حرب ضد الإرهاب، وفي حرب فيها ساعات ضربات معناها حقيرة كما هذه، لكن الضربات اللي قاعدة الأمن نتاعنا قاعد يحقق فيها وقاعد يسجل فيها ضربات موجعة للإرهاب، وتدل أننا في الطريق الصحيح وسننتصر على الإرهاب. تونس عمرها ما خافت من التحديات الكبرى، وتونس وشعب تونس دائما منتصرين على كل الخونة اللي يستهدفوا أمن تونس ويستهدفوا وحدة ولا يستهدفوا الشعب الوطني. كلنا اليوم حول الحكومة، حول رئيس الجمهورية، القرارات اللي خذاها قرارات صائبة، ولابد أن ننوه كذلك بالقرار بتاع الاتحاد العام التونسي للشؤون اللي قرر إلغاء الأضراب اللي كان مقرر يوم الغد، وكان ثم مظاهرات وكذا. هذا ظهر أنه الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عتيدة ومنظمة وطنية وتمشي على خطى فرحات حشاد والحبيب عاشور وأحمد الدكيري وغيرهم. اليوم على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل لابد أنه التوانسة الكل يفيقوا أنه لازم وحدة الكلمة وتحت راية واحدة، ويلزمنا نعطيه رسالة واضحة للإرهابيين أننا أقوى من قبل الضربة، ماناش أضعف، ما ضعفتناش الضربة، الضربة قوتنا، وعندما تقوينا هما اللي بش يدفعوا الثمن. اليوم لابد أن ما نبداوش أن نلومه في الأمن وعمل الغلطة، احنا ماناش أخصائيين، ناس كل تولي أخصائيين في الأمن، احنا مالناش اخصائيين في الامن، هما قاعدين يواجهوا، هما يلقيوا في صدورهم للرصاص. اليوم دفعوا ثمن معناها المواجهه للارهاب شهداء اخرين، انضافوا الى شهداء اخرين من الجيش ومن الحرس الوطني، نترحموا على ارواحهم وعائلاتهم يلزم تكون على عاتق المجموعه الوطنيه. اليوم لابد أن توانسة كل الأحزاب وكل العائلات السياسية توقف كل المعارضات أو الشيء اللي تعمل فيه دعما للحكومة. لابد أن الوازع الوطني يغلب، واليوم تونس كاملة في امتحان، وتونس يلزمنا يد واحدة، صوت واحد، راية واحدة ضد سي محمد. سي محمد ما. الأحداث اللي صارت اليوم في تونس صارت قبل، يعني قداش مرة تصير نفس الأحداث هذية، عمل إرهابي يصير وناس تموت يعني من مواطنين أو من أمنيين أو من جيش وغيره، ونفس الكلام اللي نسمعوه اليوم نسمعوه من الأطياف السياسية الكل والأحزاب السياسية الكل قبل، أنه يلزمنا نتكافوا ونكون يد واحدة مع الحكومة. إلى متى احنا نبقى ونسمعوا الكلام هذية؟ لكن احنا نحبوا تفعيل، احنا نحبوا اليوم أنه الكلام هذية يتفعل، يعني يصير غدوة وقت اللي باش مجلس وزاري عفوا أو انعقاد خلية الأزمة ومجلس وزراء استثنائي غدوة باش يكون مع رئيس الحكومة المقرر انعقاده بطبيعة مع السبعة متاع الصباح بمقر الحكومة بالقصبة، يليها مجلس وزراء استثنائي،
مع كلمة البيجي قد سبسي الليلة نحبوا احنا فعل اليوم الأحزاب السياسية شنو ينجم يكون دورها في الـ في الانعقاد اللي خليت الأزمة غدوة، شنو تنجم معناها أنت معناها قيادي في حزب التكتل، شنو تنجم تقول اليوم معناها لرئاسة الحكومة وللشعب التونسي ينتظر برشا برشا منكم اليوم سي محمد؟ الشعب التونسي وخاصة اليوم نقابات إن شاء الله الأخوة في الحوض المنجمي يقروا إرجاء الإضراب اللي كانوا مش يعملوه، ونعتقد أنه الأخوة في الحوض المنجمي اللي باش يعملوا إضراب ثلاثة أيام وطنيين، ولابد أنهم يبعثوا هالرسالة رسالة الوحدة الوطنية للشعب التونسي. دور الأحزاب، السؤال بتاعك جيد وسؤالك معناه مهم، دور الأحزاب اليوم لابد أنها تتكاتف مع الحكومة، تتكاتف مع رئاسة الجمهورية، تتكاتف مع أجهزة الأمن، نوقفوا كل ما من شأنه يقسم التوانسة، نوقفوا كل ما من شأنه أنه يعمل إرباك في المشهد السياسي والاجتماعي، ويد واحدة مع الحكومة. هذا يتقالق صحيح من قبل، لكن لابد أن نفعلوه. باش نفعلوه؟ أنه اجتماع يقع خريطة طريق واضحة، خريطة طريق فاش أنه هاول الإمكانيات نتاعنا اللي باش نحطوها لدعم المجهود الحربي ضد الإرهاب. احنا في حرب ضد الإرهاب ونستعمل كلمة المجهود الحربي. هاو الإمكانيات اللي ما زالت عند الدولة، وهاو خريطة الطريق. عندما ننجح في استئصال الإرهاب من جبال الشعامبي، من جبال سمامة، ونحميو أهلنا حول هذه الجبال باش ما عادش تقع عمليات الاعتداء على السكان اللي في سفوح الجبال. عندما نحميو المؤسسات نتاعنا ونضرب ونعطيه ضربات موجعة قوية ضد الإرهاب اللي معشعش في بعض هذه الجبال، كذلك الخلايا النائمة، لابد أنه التوانسة كل أعين يقظة وتتبع أي حركات مريبة، وكل المساجد اليوم لابد الخطب فيها يوم الجمعة يكون خطاب مع الحكومة، لأنه ما يكفيش الأحزاب، كل الخطب يوم الجمعة مع الحكومة ضد الإرهاب، وما يش خطب تكفر وتقسم التوانسة. هذا هو المطلوب اليوم، والإعلام بيدو عنده دور أساسي وجزء لا يتجزأ بطبيعة الحال، فهمت؟ والإعلام أنا عودنا أنه يفهم الوضعية هذه التحديات هذه. احنا نعتقد اليوم الأصوات النشاز اللي تطلع باش تفرق ولا باش كذا لازم نسكتوها. انا نقترح على الاعلاميين ان يوم الجمعة القادم ما يمشيوش لمسجد اللخمي، لانه ثم كيف اللي موعد ما بين الاعلاميين وهذوما الناس اللي نهار كامل هما حالين معناها واجهة ضد الحكومة وضد، وهذا اللي يشجع الإرهاب. نعم. سي محمد، كلام جميل جدا، لكن أعطينا نحكو على أرض الواقع. يعني من ناحية تتحدثون، نحن وقت لنقيم عمل المؤسسة نحن الأمنية نتحدث عن استراتيجيات، عن تفعيل استراتيجيات على أرض الواقع، ولا ننتقد أفراد في المؤسسة الأمنية اللي نعرفوا الظروف اللي يشتغلوا فيها والإمكانيات، وهم بيدهم ما عندهمش ربما تغطية لا مادية ولا اجتماعية ولا معنوية، هذا الكل فاهمينه. احنا نتحدث عن استراتيجيات خليني من فضلك نواصل السؤال متاعي سيدي، لانه بالنسبه لي انا نحب نفهم. يعني كل بعد عمليه ضربه ارهابيه كل السياسيين يتحدثون عن، انت تحدثت على انه احنا في حاله استثنائيه، نحن في حاله حرب.
نعم. دونك يعني وكأنه هذه معارك في حرب متواصلة، يعني كل مرة تتحدثوا وتقولوا لنا أنه في كل بعد عملية الهربية لازمنا نلتف حول الحكومة، وفي حقيقة الأمر نحن نلتف على الدولة التونسية لأنه الحكومات تمر، ولكن وقت لي في الأيام العادية في هذه الحرب ما نشوفوش هالالتفاف هذايا، نشوفوا بالعكس ربما تبادل تهم، تحميل مسؤوليات، أنتم قصرتم، أنتم يعني الحكومة تقول المعارضة يحطوا في العصاف العجلة، إلا الحكومة أو المعارضة أيضا تقول عكس ذلك. خلينا ربما نحكوا على أرض الواقع، لأنه الشعب التونسي بصريح العبارة ونوصلها لك كمواطنة تونسية سئمنا الخطابات هذه متاع توحيد الصفوف ونحبوا بالحق الصفوف تتوحد، ألم يأن الأوان بعد؟ أنا الأوان، أنا موافقك على طول، على طول الخط موافقك، أنا الأوان. أنا نقول النقاش حول الاستراتيجية الأمنية هذو ما يقوموا بها خبراء من طراز عالي جدا، وما هوش لازم على مش لازم باش نشوفوه، مش لازم يكون يعني حدث شعبي تتناوله، ولكن عملوه يا سيدي حتى في الخفاء يا حكومة. هذا أولا، وانا تحدث فعلا مش على الأثير ولا في البلاتو التلز، هل اللي يعرفوا استراتيجية الأمنية ومن طراز عالي يتفضلوا يمشيوا لوزارة الداخلية، يمشيوا وزارة الدفاع ويعطيوا أفكارهم، يعطيوا مكتوبة، يعطيوا تحليلهم. هل معناها الصعود إلى المنابر ونبدأوا نحكيوا مع بعضنا والإرهابيين أول ناس يسمعوا فينا؟ الاستراتيجيات تكون استراتيجية سرية وتنفذ بطريقة سرية ومفاجأة تفاجأ الإرهابيين، ما هوش بطريقة علنية. عنا باش نقولوا لهم رانا باش نهاجموكم من تالي، مش من قدام ولا من قدام مش من تالي، وهلما جرى. طيب. أنا أعتقد أنه الخبراء من طراز عالي، مش ناس كل الخبراء. أي. أنا مانيش خبير. وبعض سياسيين ما همش خبراء، ينجموا يعرفوا السياسة، يعرفوا يحلوا سياسيا، ينجموا يعرفوا شنية القرار كيفاش يتخذ سياسيا، لكن ما يعرفش الفن التقنيات الأمنية واستراتيجيات الأمنية. وهذايا الناس اللي اليوم ولينا نشوفوا فيهم، اللي هذا خبير أمني، هذا خبير في كذا ويحلل، فما حتى برشا سياسيين سي محمد قاموا بدور الخبراء الأمنيين، مش يعني مش كان الناس اللي تدعي. أنا سؤالي سيد أحمد، سي محمد بكري كان معانا سي أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد، وعبر على دعوات تتمثل في استجلاب كل الخبراء والجنرالات القدم في الأمن وفي الجيش، حتى اللي كانوا يشرفوا على المنظومة الأمنية في عهد السابق، يساهموا في إيجاد حلول، لأنهم بالنسبة لي قادرين على حل الأزمة والالتفاف مع بعضنا لهذه الظاهرة. لا لا، هذا كلام خاطئ غلط على طول، لأنه ما نعتقدش وزير الداخلية الحالي ولا اللي قبله سي أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد. لا وزير الداخلية اللي قبل اللي قبل سي نجم الغرسلي، سي لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأسماء ولت رئيس تداولت علينا كثير من الأسماء، معناها لحظات يا سيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله. معناها هذوما زوز وزراء ما ظهر ليش عندهم معناها كفاءات أمنية ومعناها وما سي لطفي بن جدو ولا سي نجم غرسلي عندهم كفاءات أمنية ومن طريق من طراز عالي وفاعلين، وواحد متكينهم وحاطينهم رجعوا معناها على مراحل كل الأمنيين اللي قادرين في المرحلة هذه باش يلعبوا الدور. والكلام اللي كان يقول فيه سي منصور هذا كلام ما تقول عليه ماهوش عايش في تونس. أنا ما نعتقدش أنه حاطين ناس خبراء في الأمن حاطينهم في سلة المهملات. يعني حسب كلامك أنت أو حسب كلامه هو كان ما عملناش ثورة خير، معناها كيفاش نرجعوا معناها لا كلام أحنا توصلت الثورة، ماناش نرجعوا
ونقولوا نعملوا ثورة. كيفاش نرجعوا امنيين من النظام السابق معناها ويكونوا ملتفين حول الحكومة اليوم؟ موجودين الامنيين، شوف الامنيين من النظام السابق كانوا يخدموا في ظروف سياسية وفي واقع سياسي مغاير جدا. كانوا يتلقوا في تعليمات واليوم تفهمت الموضوع هذا، واليوم ما لازمناش ننظروا إلى أخطاء الماضي متاع الأمنيين، ننظروا أنه اليوم يلتزموا بالدفاع على المؤسسة الأمنية، بالدفاع على تونس، وحتى واحد ما هو مقصى. أنا ما نعتقدش، وكل المعلومات اللي جاتنا أنه وقع إرجاع وإعادة الاعتبار لكل الأمنيين اللي عندهم مكانتهم. هذه غلطة اللي عملها الأستاذ الرشحي اللي قام بجرة قلم بإقصاء 41 أمني من الكوادر الأمنية، وهذه كانت غلطة. سي محمد، نتصور نستشف من كلامك أنه الأهم وقت تكون فما دولة مؤسسات وفما قانون ساري على الجميع، الأشخاص أكيد ما تنجمش تتحرك بحرية كما يحلو لها، وهي ملتزمة بنظام جمهوري وأمن جمهوري وقانون يحمي كل هذه المؤسسات. هذا صحيح. واليوم التوانسة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني و كل الأطراف في امتحان أمام الرأي العام. اليوم وقت الوطن معناها في تحدي كما التحدي هذا بعد العملية الحقيرة، يلزم كلنا يد واحدة، والجبهة الداخلية تولي جبهة صمة ضد الإرهاب، ويلزم يعرف الإرهاب بعد الضربة نتاعه هذه، وحد التونسيين ما فرقهمش، وهذه هي أحسن رسالة. احنا موحدين بطبيعتنا، ولا من عمره ما قسمنا، يعني على مستوى شعبي انا ناكد لك احنا كتونسيين موحدين، وعمره في حتى عمليه سابقه ما قسمنا. ربما صارت انقسامات على مستوى النخبه السياسيه، ولكن نحن كتونسيين وكمواطنين نحن موحدين وموقفنا واضح، والدليل يعني الرد الشعبي كل مره. سي محمد، كل مكونات نخبه وشعب وأحزاب وكلنا يلزم اليوم العملية هذه توحد ناس كل، وهذه أحسن رسالة نوجهها للإرهابيين، أنهم بعد العملية الحقيرة هذه هما شنو اللي الحصيلة؟ الحصيلة أنه التوانسة ولاو يد واحدة، وخاصة يقظين، وأي متحرك مريب يلزم يبلغوا عليه كما قالت أم الراعي الصغير الأول اللي وقع ذبحه، قالت أنا باش نقعد اي شيء راه باش نبلغوا للحكومه. وهذيك احسن رساله ماك المراه هذيك، يعني شوف انت يا امراه بسيطه كيفاش تحكي معناها المفروض معناها لكل الاطراف. فهمت، لكل الاطراف تكاثف الجهود، يعني شعب وكل الناس لازمها تتكاثف بطبيعه من اجل حمايه البلاد، وكل انسان يلقى او يشوف حاجه يبلغها، وهذه لا تعتبر يعني خيانه، ولا تعتبر يعني كما نقولوها يقفف، ولا بالعكس اللي دافع على ارض الوطن على كل شبر من ارض الوطن هذاك تتسمى هي معناها عمل وطني، عمل وطني مقدس، وعمل وطني معناها من درجه عاليه. هذايا ممكن يلزم الشعب يقوم به، والسياسيين يعني يبطلوا من التشاجر في المنابر الاعلاميه والاختلاف نتاعهم، يوصفوا للفعل وللعمل. هذا يلزمنا نكونوا معناها يد واحده حول الحكومه، حول رئاسه الجمهوريه، حول المؤسسات كل، وحول اجهزه الامن نتاعنا،